تنضم إلينا من باريس ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة دولت نوروزي. مرحبا بك معنا. بداية، كيف تنظرين لهذه الانتخابات وما سحبها أو ما صاحبها من إقصاء معظم المرشحين وتدخلات من المرشد الأعلى؟ أعتقد أنه من الواضح أن هذه الانتخابات، وكما أشرتم في التقرير، أن هناك سلطة مطلقة لولاية الفقيه، وخصوصا من قبل خامنئي الذي يسمى المرشد الأعلى الدكتاتورية الدينية البربرية والشاملة. هناك وهم، هذه الانتخابات ليست حرة في الواقع، وهي قائمة على الثيوقراطية، النظام الديني. كل المرشحين وحتى أولئك الذين شاركوا في هذه المسمات بالحملة الانتخابية يجب أن يثبتوا دعمهم وولاءهم للمرشد الأعلى، ليس فقط في قلوبهم وإنما في أعمالهم، وكذلك بشكل موقع يجب أن يفعلوا العديد من الإجراءات التي تثبت ولاءهم للحرس الثوري وللعديد من الكيانات التابعة للمرشد الأعلى. إذن هناك سيطرة مطلقة لخامنئي كمرشد أعلى، وهو الذي يتخذ كل القرارات وكل الأشياء التي تخص النظام. هناك أشخاص يطلق عليهم مرشحون، وهناك العديد من الحواجز التي توضع من قبل هذا النظام في أوجه، ومنهم من يرغب النظام في تعيينهم. إذن لا يتعلق الأمر بانتخاب، وإنما بتعيين من يعتبرون أكثر ولاء لنظامه الإجرامي. التركيز في هذه الانتخابات على أن جاءت ما بعد الاتفاق النووي، ولكن الشعب الإيراني لم يحصل على أي مكاسب ما بعد هذا الاتفاق، فقر، بطالة، ارتفاع الأسعار، يعني مجيد من التضييق الاجتماعي السياسي، إعدامات، ما إلى ذلك. إلى أي مدى الشعب الإيراني فعليا معني بهذه الانتخابات بهذا الشكل؟ علي أن أقول أن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني قطعوا هذه المسمات بالانتخابات. ليس لديهم ثقة وأمل في هذه الانتخابات، لأن لن يكون بعدها أي تغيير مع هذا النظام وهذه السياسات في الداخل الإيراني. وهناك 50% من البطالة. إيران دولة غنية، لكن 80% من الشعب يعيشون في وضعية صعبة، ولذلك إيرادات النفط تستخدم من قبل الحرس الثوري والكيانات التابعة للنظام، والشعب يهمش. وفي الوقت ذاته هناك دعم للإرهاب وتدخل في الدول، العراق وسوريا ودول أخرى في اليمن مثلا، وكذلك في لبنان. هذه الأموال تذهب إلى هناك، بالإضافة إلى الشبكات التي تصنع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ. إذن المليارات يستخدمها هذا النظام الإيراني من أموال الشعب الإيراني من أجل الحصول على القنبلة النووية. إذن بناء على هذا ليس هناك أمل بالنسبة للشعب الإيراني في السنة الماضية، رغم القمع الذي مورس على الإضرابات والمظاهرات. الناس قد ملوا من هذا القمع ومن الفقر الذي يعيشونه والعديد من الأزمات التي يواجهونها. فقط قبل يومين كان هناك وكالة إيرانية للنظام الإيراني اعترفت أن الحكومة محاصرة بالعديد من الأزمات، والوضع مستفحل في العديد من المستويات، ويمكن أن ينفجر في أي وقت. إذن ليس الوضع جيدا وقابل للانفجار في أي وقت، والناس قد ملوا.
شكرا جزيلا لك من باريس ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة دولت نوروسي. نتابع بعد قليل.